يا اهلا يا اهلا يا حبيبه يا اختي. الاتاري البيت فج نور، ويا دي النور يا دي النور. مرحب بيكي يا استريا، ازيك يا حبيبتي؟ ان شاء الله تسلمي. ما تيجي يا اختي نشربوا شويه شاي ونتحدثوا سوا. كتر خيرك يا ست ريا، هنشقر على نبيها ونجيلك على طول. كرمه كبير ياخد بيدها. بس يا اختي تسكتوا عليها ازاي؟ ده حالتها متاخره قوي. لا انا جبت لها الحكيم، انا مش مقصره معاها في اي حاجه، واول ما ربنا يفرجها هنقلها للسبيتال. موجبه يا اختي، ما تنحرموش من بعض. انا هنجيب الشاي ونجيلك على طول. ريا بنت همام اللي مخها يوزن بلد بزيها، مش عارفه تجر رجل البت عادله. اجرها فين؟ هنا تشتغل معانا بدل البت نعيمه. بت نكديه كده وجوزها فقر عشان مش مطوعاه. مش مطوعان ازاي يعني؟ قصدك ايه؟ البنت استجاري، قالت جاي. بنت اللذينة ده هي اللي كانت بتجري وراي، اما ما لقاش مني رجا بقى عملت نفسها شريفة. على ايه؟ على دلالك ولا على مالك؟ قرشانة اللي مخد وسخ. ايوه بقى، انا كان قصدي يعني الصالح بتاع الشغل، يعني عشان كده نبقى انا غلطان. أصل النسوان الكسر اللي بيشتغلوا معانا دول، الراجل لا مؤاخذة يبقى قاعد بيشد مثلا ولا بيشرب عينه ما تروحش ناحيتهم خالص، لكن عديلة بيضة كده ومربربة تخلي الرجالة يجوا مرة واتنين عشان يمزجوها. على العموم أني كنا هنعمل كده من نفسي عشان نكبروا الشغل، ما كنتش مستنية شغلك. برافو عليكي، أهو كده تبقي المعلمة ريب صحيح. بس أنت تخليك في حالك، ها؟ ومالكش دعوة بالنسوان اللي بيشتغلوا معانا. أنا يا حبيبي ما بنسحبهمش بالساهل عشان أنت تطفش. وأنا معقولة برضو يبقى معايا القمر وأبص للنجوم؟ أنا مش قمر يا حسن، بس أنا لازم نبقى في عينين جوزي قمر. انت الدنيا بتاعتي كلها ري، ده انت الميه والهواء والنار والدم لو حكمت. فاهم يا حسب الله؟ اتفضلي يا حبيبتي. تشكر. نعمل يا اختي شاي للست نبيها؟ دي اغلب من الغلب، لا عايزه تشرب حاجه ولا عايزه تاكل كمان. اتفضلي اتفضلي. يا اختي كبدي عليه، ربنا يشفيه. قلتي يا اختي جوزك بيشتغل ايه؟ طبال. وانت يا اختي بتشتغلي وياه؟ هنعمل ايه يا ست ريا؟ اهو يوم بنشتغل وعشرة قاعدين. ده الغلب ده بهدله ووجع قلب، ده تلاقيها كمان هدت حلو وتعب على الفرح. انت بتقولي فيها؟ وحياتك يا ست ريا، انا بنرقص طول الليل في الفرح، واخرتها يعني بنتحصل على كام؟ بتحصلي على كام يا اختي؟ حسب الفرح وصفه صاحبه، 3 قروش نص فرنك. لا لا ما تقوليش 3 ابيض، ده على ايه الغلب ده كله؟ تعالي يا اختي اشتغلي معايا واني نطلع لك في اليوم من 7 لـ 8 قروش. ما نقدرش. ما تقدريش ليه؟ لو ما رقصتش القسطه ما تشغلش جوزي. ده شبكه ايه المنيله دي؟ نقول لك اني تحت امرك، يوم يا اختي ما تزهقي ولا جوزك يسيب الشغل اني بيتي مفتوح لك، شغلك عندي. مالك يا بنت؟ انت هتفضلي قاعده كده؟ يلا ورانا شغل. في ايه يا بنت؟ ماليش مزاج نعمل حاجه. حد يا اختي كسلك على طرف؟ ما تنطقي في ايه؟ ما انت لسانك زي الفرقل. مش عارفه مالي، ماليش نفس لأيها حاجه، عاوزه نخرج من البيت ده ونهج. اللي يسمع كده يقول محبوس، مش حل ما كنتش دايره على كيف. ده انت يا اختي حتى ما بتنفعناش بحق كزمة اللي بتطفحيه، زي القرع تمدي البر. غصب عني، أني هنا بنحس إن بنتخانق. أني عارفة إيه السبب. يا
اكمل اسم النبي حرص وتأخر عليك المرة دي. صراحة ملوش حق. نصيبة لا يكون جراله حاجة. مات؟ أنا يا أختي بنقول نصيبة لا يكون جراله. أصلها صراحة حاجة توغش. ده حتى محمد السداد رخر غطس وما نعرفش راح فين. شوف أنا بنتكلم في إيه وأنت دماغك في إيه. الطوفة اللي أنت فيها دي اركنيها على جنب دلوقتي. خلينا متدارين اليومين دول. وبعدها يا اختي بفكري في السداد بتاعك ده زي ما انت عايز. يا مثبت العقل في الدماغ يا رب. هي مش على ذمه راجل وبتحبه. طبع عثمان وقلنا ما بتحبوش ولبسته القرون من بدري. ده هربت معاه وطفشت وهي بتحبه. احيي. ما هو البعيد عن العين بعيد عن القلب. وهي عادتها ولا هتشتري؟ هي كده من صغرها تحب بسرعة وتكره بسرعة. تبقى مرة نفخها طائق لمؤاخذة. الله، هي المرة لما تتهنى مع راجل وتكون بتحبه تلبسه قرون ليه وتطفش منه إلا إذا كان دماغها طائق. ما الراجل المرة دي عوق وراح وقلع الدولي. الله، وجايز يكون مات. احنا نعرف حاجة؟ وهي ست ولها طلبات تعمل ليه يعني؟ تموت نفسها. وبعدها لك يا ريا، يعني انت موافقه على الخبص ده والمشي البطل؟ مش معنى الكلام اني موافقه، بس اني بنفهمك عشان مش كل يوم والتاني تنطلي بحدوته السكينه وتصحيني في نصاص الليالي على محدته عن سكينه. اهي كل حاجه اهي بقت زي الشمس على عينك يا تاجر قدام نوادرك. ولا محدته ولا دياوله. الواد ده لو هوب هنا تاني هتبقى نهايته. طب خليه يجي عشان تبقى آخر أيام قصة الشاطر حسن وسكينة العشقة. سداد، محمد يا سداد. سكينة، انت فين؟ خلاص قطعتني؟ مش بإيدي. ليه؟ إيه اللي حصل؟ الراجل الفتوة اللي انتم موقفينه على باب البيت عربي؟ مستحلف لي لو قربت من باب بيتكم. ليه يا اخويا انت عملت له حاجه؟ ما دستلوش على طرف حاجه كده من الباب للطار. فقلت بقى يمكن هو كمان عاشقك وبيغير عليك او حد زقه عليا. رايا فين يا امه؟ مالك يا بنت داخله كده زي زعبيب قمشير؟ هي هنا ولا فوق؟ ستي امك فين يا بت؟ فوق. انا جعانه يا ستي. امي بتقول لك وكليني. أوكلك؟ أوكلك من إيه؟ مش لما أكل نفسي الأول؟ اجري يا بيت لفي لك لفة برة على ما الاقي لك حاجة تعض فيها. يلا يا بيت امشي. أنت مش كان معاك رغيف؟ وديته فين؟ عايز منه إيه يا أمي؟ ماليش دعوة بالبيت البديع ومش هديهولك. طب هتنصه؟ يعني أسيب لك المطرح؟ ده بدل ما تقولي لي خد يا بلقي لغموس؟ مش هديهولك يما، ده انا موفره من تكت الغدا. مش هديهولك. اقصى عليك يا ابو العيله كده تستخسر في امك. يما ما تعمليش معايا كده. مش هديهولك. يعني مش هديهولك. خلاص عنها ما طفحت البت بديعه. طب هات ربعه.